خاتمة السبع العجاف هذا ما يتمناه اليمنيون بأن يكون العام 2021 حيث تقدر الأمم المتحدة أن تصل مع أواخره حصيلة قتل الحرب منذ بدايتها ب377 ألف قتيل أغلبهم من النساء والأطفال يعتبر العام 2021 من أكثر الأعوام دموية بحق المدنيين نتيجة لاستمرار العملية العسكرية سواء كان في محافظة مأرب أو الجوف أو في منطقة تهامة أو محافظة تعز هناك أكثر من 1400 طفل 1400 ضحية من المدنيين نتيجة للألغام فقط منذ بداية العام 2021 تصاعدت عمليات القتال في مأرب والحديدة وتعز ومحافظات أخرى الأمر الذي أدى إلى وصول أعداد النازحين في البلاد إلى أكثر من أربعة ملايين نازح وزاد من تفاقم الوضع المعيشي في أوساط المدنيين كل حاجة غلط وارفع الأسعار وكل شيء ما هو نعاني معاناة كثيرة اللي كان تاجر رجع فقير آمال اليمنيين بعودة الحكومة إلى عدن مطلع العام تلاشت مع الانهيار الاقتصادي الذي أوصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 1700 ريال يمني أواخر العام وسط فشل حكومي في إدارة الملف الاقتصادي حتى الان لم نلمس هناك اي جديه من الحكومه للقيام باي اصلاحات اقتصاديه او خطوات لاعاده التعافي الاقتصاد، كل ما في الامر ان كان هناك قرارات بتعيين اداره جديده للبنك المركزي اليمني وهذا مؤشر جيد لكن الامر يتطلب خطوات عمليه واقعيه على الارض، اصلاحات اقتصاديه سريعه، تفعيل الصادرات النفطيه والغازيه. العام 2021 كان خاليا من اي مفاوضات سياسيه بين الاطراف المتصارعه لانعاش عمليه لتحقيق السلام رغم وجود تغييرات في المبعوثين الامميين الى اليمن في ظل انسداد تام في افق الازمه اليمنيه واستمرار عمليات التصعيد العسكري يزداد الوضع الانساني تعقيدا وسط مخاوف وتحذيرات دوليه من توسع رقعه الانهيار للوضع المعيشي في البلاد. مجد الدين شكري قناه الحره تعز